هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغازو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد برافو على بالي الشاطرين على بالي على بالي الشاطرين شكون اللي يقدر يقول لي تاني حقيقة يوم أول جوان هو عيد الطفولة ولكن في الأمم المتحدة كاين يوم دون هذا اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الطفل اليوم العالمي لحقوق الطفل ماهوش في جوان ولا في جويلية ولا في أوت وقتاش اليوم العالمي لحقوق الطفل الطفل هو اليوم اللي تبنت فيه منظمة الأمم المتحدة ميثاق حقوق الطفل شكون يقدر يقول لي شكون الشاطر شوف الشاطر شوف الشاطرة هذه واسمك بنتي تسليم شاطرة نعم الله يبارك وقتاش اليوم العالمي لحقوق الطفل 1 جوان لا 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 هذاك عيد الطفوله ولكن منذ بعد نقول لكم السؤال الثاني هو في اي سنه اليوم العالمي لحقوق الطفل ماهوش في جوان ولا في جويليه ولا في اوت يلا شكون شوف الشاطر هذا ايه واسمك 20 جوان لا لا ما قالتلكش ماما هكذا ما سمعتش مليح الماما معليش اعطيني الجواب معليش واسمك 20 نوفمبر واسمك ياني واسمك ياني ياني الله يبارك شحال في عمرك 7 سنين 7 سنين وشاطر هكذا وقتاش اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نوفمبر اي سنه 89 واو 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 تعال 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 ارواح 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 تعال 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 احبائي في سنة 1989 20 نوفمبر تعال اروح 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 تنعطوك هدية أعطوك هدية لأنه عمو يزيد متمسك بهذا اليوم اللي هو اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نوفمبر 1989 كاين سؤال أصعب منه شوية راح نطرحه ولكن لما سبتوش الجواب معليش أنا نجاوب عليه من بعد لأنه شوية صعب 20 نوفمبر هو اليوم العالمي لحقوق الطفل منظمة الأمم المتحدة تبنات ميثاق حقوق الطفل ومن بعد على بالكم لازم الدول كلها لبي دواف غاتيفيي دونك لازم يمضيوا هذه الاتفاقية سؤال ثاني يقول وقتاش مضات الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل سؤال أصعب شوية معلش بس حنا نعطوك أعطيني الهدية تاعو أعطيني الهدية تاعو تنعطولك هدية اليوم حقوق الطفل مهمة جدا 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 إذن ياني مهبول يعطيك هدية إن شاء الله تستفاد بها راعي هذا البرنامج وعلى بالكم كي دخلتوا كامل شفتوا باللي كاين شيبس عمو يزيد حبيت نوضح شيء فقط من شعرف إلى قريته من تحت الأرباح تاع المبيعات تاع هذا الشيبس رايحة تذهب لتجهيز الأطفال المعوزين بالأدوات المدرسية في كل سنة في شهر أوت الأرباح تاع هذه المبيعات تاع شيبس عمو يزيد مع شركة مهبول نروحوا في الجزائر العميقة إن شاء الله ونجهزوا الأطفال المعوزين بالأدوات المدرسية بهذه الأرباح هذه إن شاء الله ماهيش عملية تجارية على كل حال ومرحبا بكم يلا ياني تفضلوا ولدي تقدر تبقى معنا اقعد معنا لو حبيت شكرا وي ولدي سبت التاريخ تعرفوا وقتاش ها لا لا واش الله يبارك وقتاش واش حاب يقول لي
تعال اروحي قعدي هنا بصح هنا قعدي هنا فوالا هاي شاطره. اذا احبائي يوم 20 نوفمبر هو اليوم العالمي لحقوق الطفل. تعرفوا النوتات الموسيقيه تغنوا كامل معايا دوري مي دو سي لا سول فا مي ري دو. عمو يزيد دار لكم اغنيه دوري مي فا سول لا سي اغنيه على النوتات الموسيقيه واش نديروا بها كيفاش نتغنوا بها كيفاش نتعاملوا بها. تغنوا كامل معايا كامل تغنوا يا اخي يلا دوري مي دوري مي فا سول لا سي دو معروفة عبر الأزمان فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. دوري مي فا سول لا سي دو معروفة عبر الأزمان فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. دوري مي فا سول لا سي دو دو سي لا سول فا مي تلحن بها الكلمات فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات. هي سرها الأنغام وتلحن بها الكلمات فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات. دو ري مي فا سول لا سي دو دو سي لا سول فا مي ري دو. خطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صار. نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صار. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. لا تنساها واحفظها وإن كنت حقا شاطر فهي معي نرددها. فاذكرها وتعلمها لا تنساها واحفظها وإن كنت حقا شاطر فهي معي نرددها. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. دو ري مي فا صول لا سي دو فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. شكرا 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 أحبائي. حبيت نسألكم حاجة. الإنسان الجزائري الإنسان اللي يعيش في الشمال ولا يعيش في الجنوب ولا يعيش في الشرق ولا يعيش في الغرب كيفاش نسميوه؟ مثلا الجزائري اللي يعيش في الغرب شوف الشاطر هذا واسمك وليدي يسموني غلاس. غلاس الجزائري اللي يعيش في الغرب كيفاش نسميوه؟ نقولوا الانسان الغربي. انسان الغربي. وانت وليدي اللي يعيش في الشرق كيفاش نقولوا؟ الانسان الشرقي. وانت اللي يعيش في الصحراء كيفاش نقولوا؟ انسان جنوبي. جنوبي. وانت اللي يعيش في الشمال كيفاش نقولوا؟ شمالي. عندهم الحق. عندهم الحق الجزائريين تصنفوه هكذا يصنف اسمه تاع الشرق وحده تاع الغرب وحده ها واسمه
واسمه اللي يعيش في الشرق واش نقولوا له؟ جزائري ولا لا؟ واسمهم؟ جزائريين. كلهم جزائريين. برافو 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 برافو. احبائي، الجزائري اللي يعيش في الغرب جزائري، اللي يعيش في الشرق جزائري، اللي يعيش في الجنوب جزائري، واللي يعيش في الشمال كذلك جزائري. لذا عمو يزيد دار اغنيه نقول سالوني، سالوني من اكون في الشرق والغرب، سالوني من اكون في شمالي وجنوبي، قلت الا ترون اني اني سالوني من اكون في الشرق والغرب، سالوني من اكون في شمالي وجنوبي، قلت الا ترون اني جزائري. سالوني من اكون في الشرق والغرب، سالوني من اكون في شمالي وجنوبي، قلت الا ترون اني جزائري، قلت الا ترون اني جزائري. سالوني من اكون في الشرق والغرب، سالوني من اكون في شمالي وجنوبي، قلت الا ترون اني جزائري، قلت الا ترون اني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. نحن ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. شكرا أحبائي الأطفال، كلنا جزائريون، الجزائر أمنا، الجزائر وطننا. ما كانش شكرا شكرا شكرا. هادو أعلام ألوان العلم، العلم الوطني. تحية الجزائر، تحية الجزائر، شكرا. الجزائر أمنا. إذن يا أحبائي الأطفال، ما كانش
ما كانش جهوية، ما كانش هذا من الغرب هذا من الشرق، كاع جزائريين وكاع نحبوا بلادنا. شكرا 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 شكرا. أرواح أرواح، تعال تعال تعال. واسمك وليدي؟ عبد الله. عبد الله، من أي فوج أنت؟ امتياز. امتياز وين هذا؟ وين جاي الفوج هذا؟ فوج الامتياز الكشفي الخروب. بالخروب، الله يبارك الله يبارك. إذن شكرا شكرا، هذه أجمل هدية، ألوان العلم الوطني والكشافة الجزائرية الإسلامية، هي مدرسة مدرسة. برافو وليدي، شكرا شكرا. نخليكم مع ألعاب الخفة مع عمو نادير ونرجع لكم بعد دقائق دقائق فطل. يلا تفضلوا. الفجر في يوم العيد لو تدري، يا بشرى المسلمين به عيد جاء بالخير. محلى طلة الفجر في يوم العيد لو تدري، يا بشرى المسلمين به عيد جاء بالخير. بعيد جاء بالخير، جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميل. عيد دامت الآيات، فغنوا وافرحوا يا أولاد، عيشوا فرحة وسرور، إلينا نوره قد عاد إلينا نوره قد عاد. عيد دامت الآيات، فغنوا وافرحوا يا أولاد، عيشوا فرحة وسرور، إلينا نوره قد عاد إلينا نوره قد عاد. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميد. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميد. في يوم هلت الأفراح، والله عطرها قد فاح، يا ربي اجمعنا يا ربي بجنبي بعضنا نرتاح جنبي بعضنا نرتاح. في يوم هلت الأفراح، والله عطرها قد فاح، يا ربي اجمعنا يا ربي بجنبي بعضنا نرتاح. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميد. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميد. محلى طلة الفجر في يوم العيد لو تدري، يا بشرى المسلمين به عيد جاء بالخير. عيد لو على القلب سنرمي الناس بالحب، فلا دمع ولا أحزان تألف بيننا ربي. عيد لو على القلب سنرمي الناس بالحب، فلا دمع ولا أحزان فألف بيننا ربي فألف بيننا ربي. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميد. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميد. عيد دامت الأعياد، فغنوا وافرحوا يا أولاد، عيشوا فرحة. أطفال، شكون اللي يعرف الآية تاع البر بالوالدين كاملة؟ تعرفوا الآية تاع الوالدين؟ شكون اللي يعرفها؟ شوف شوف أصدقائي، شوف شوف صديقي، شكون اللي يعرفها؟ شكون يعرفها؟ شوف الشاطر هذا، الشاطر هذا. واسمك ولدي؟ بن عيسى خالد. خالد، تعرف الآية تاع الوالدين؟ قولها لي.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلا يبلغن عندك الكبر فأحدهما أو كلاهما فلا تقم لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. برافو. تعال 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 أروح تعال تعال تعال. أحبائي على بالكم مباشرة بعد حب الله سبحانه وتعالى الوالدين، على بالكم يا أحبائي باللي لما تشوف خزرة برك كمش مليحة في والديك عرش الرحمن يتزعزع، على بالكم بها. البر بالوالدين، البر بالوالدين. أعطيه الهدية تاع الشاطر هذا، أعطيه الهدية تاعو عمو يزيد مع شركة مهبول، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفاد بها. شكرا. العفو العفو لدي العفو. شكرا. بالتوفيق بالتوفيق. أحبائي البر بالوالدين مهم جدا. عمو يزيد لكم أغنية تغنوها كامل معايا، نقول فيها نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. يلا نحبك ماماتي نحبك أباتي، تغنوا كامل معايا. نحبك ماماتي نحبك أباتي، انتم حياتي وسر سعادتي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. تعبت في تربيتي خلقي وأدبي، تعبت في تربيتي خلقي وأدبي، وكذا راحتي نورت لي دربي، وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماما يرى كامل معايا كامل 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 كامل. لا أقول لكما أوف ولا أنهركما، لا أقول لكما أوف ولا أنهركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي ونحبك أباتي، انتم حياتي وسر سعادتي. يلا معايا كامل كامل. يا رب ارزقهما جنة من الجنات، يا رب ارزقهما جنة من الجنات، واغفر لهما الذنب يا رحمن، واغفر لهما الذنب يا رحمن. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماما شكرا 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 شكرا. يا أحبائي البر بالوالدين مهم جدا جدا جدا. أحبائي وش رأيكم اليوم نديروا تقدير، ولكن قبل التقدير نختبر المعلومات تاعكم. وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ اليوم العالمي للعالم كامل يوقف وقفة إجلال
للحماية المدنية، تعرفها؟ نعرفها. أروح، واسمك؟ غيلاس. غيلاس، وقتاش؟ يوم الحماية المدنية هو أول مارس. واو واو واو، برافو، بقى معايا، بقى معايا هنا وليدي، برافو برافو برافو. على بالكم علاش عمو يزيد سقساكم على اليوم العالمي للحماية المدنية؟ لأنه عمو يزيد دار أغنية تقدير لعمال الحماية المدنية، نقول فيها: ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار. وشن؟ أنا اللي أسمعك ماجد. أوه، واسمك؟ مريم. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك، مرحبا بكم، مرحبا بكم. تغنوا كمان معايا رجل الإطفاء. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار، على استعداد ليل نهار. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار، على استعداد ليل نهار. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كدوى النوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كدوى النوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. اشتقت لك من الأعماق، ما فارقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق، ما فارقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي.
فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد. فلنبدأ العمل جديد بالجد والاجتهاد. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد. فلنبدأ العمل جديد صباح الخير مدرستي. جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد الغياب. قلنا شكون اللي يجيب لنا الاخبار للبيت؟ شكون؟ شوف الشطره هذه، شوف الشطرة هذه، شكون؟ ساعي البريد. ساعي البريد، ساعي البريد يا أحبائي، ساعي البريد. عمو يزيد دار أغنية تقدير للساعي البريد، قل فيها ساعي البريد ما تحمل. تغنوها كامل معايا، يلا ساعي البريد، يلا. ساعي البريد ما تحمل، عندي بريد مستعجل. ساعي البريد كتفي أحملها في كل مكان، فيها طرود ورسائل تحمل أخبار الخلان. محفظتي على كتفي أحملها في كل مكان، فيها طرود ورسائل تحمل أخبار عملي دوما. ساعي البريد ما تحمل،
شكرا شكرا. ابتسامة على وجهي لا تغرب عني يوما، أخلاق وسلوك ترافق عملي دوما. سعيد البريد، هذه تحية تقدير. روحنا الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزن روحنا الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. على حفلة عمو يزيد ومليحة. شكرا عم الأطفال عمو يزيد اللي تشرف وشرفنا اليوم في مدينة قسنطينة ودار هذه الحفلة بمناسبة اليوم العالمي للطفولة. نشكره كثير كثير كثير، والعقوبة إن شاء الله لمية سنة. شكرا على الحفلة اللي قمت بها في ولاية قسنطينة. محمد ياسين دار حفلة وهو طلعنا اللي كان يسطح وأنا سطح. جينا نتفرج الحفلة تاع عمو يزيد ورانا نشكره بزاف بزاف على هذه الحفلة الهائلة. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.